استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية استقبل نظيره القبرصي نيكوس خريستو دوليدس الذي يقوم بزيارة لمصر هي الأولى بعد انتخابه رئيسا لقبرص في فبراير الماضي. هذا وقد عقد الرئيس السيسي ورئيس قبرص مباحثات منفردة عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، وقد عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء المباحثات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس نيكوس خريستودولتس رئيس جمهورية قبرص، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلمين الوطنيين. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث يثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، لا سيما في مجالات الطاقة من غاز طبيعي وربط كهربائي، فضلاً عن مواقف الدعم المتبادلة في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذا التشاور المكثف حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، والتي تعد نموذجاً يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، مع تأكيد دلالة اختيار الرئيس القبرصي للقاهرة كوجهته الخارجية الأولى للمنطقة منذ انتخابه في فبراير الماضي، وهو ما يعكس الحرص على استمرار الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي.